مساء الخير. انقسم المشهد السياسي اليوم بين الملف الحكومي والقانون الانتخابي، فتقدم الأخير على خط البحث عصرا، حيث دعت بكركي رعاياها السياسيين إلى اجتماع خرج بموقف مفصلي: عدم الترشح على أساس قانون 60 وتعليق طرح القانون الأرثوذكسي حتى انقضاء المهلة للتوافق على قانون توافقي. المجتمعون تشفعوا بلقاء محدد مسبقا لمروان شربل مع الراعي، فحضر إلى بكركي وشارك في الاجتماع، وكان أن طلب الأقطاب من وزير تصريف الأعمال أن يصرف النظر ويوقف قبول الترشيحات، فاستمهلهم 24 ساعة للبحث في المخارج القانونية لتعليق الترشيحات على أساس قانون 60. وانفضت نتائج الاجتماع على اتصال هاتفي أجراه الكاردينال الراعي بالرئيس سليمان. أما خط المشاورات قبل الاستشارات فتنقل مشهده اليوم بين عين التيني وخلده. عين التيني أجرت دورة محو خلافات مع الرابية، واتفقت قوى الثامن من آذار على الذهاب موحدة إلى بعبدة. ومن بيت الرئاسة الثانية بادر زعيم تيار المردة سليمان فرنجي إلى شبك خطوط التواصل بين التيار وأصحاب الدار، بعدما لعبت الصحافة دورا في تغذية برودة لم تصل إلى مستوى الخلاف. فعقد اجتماع كان في شكله مريحا لإظهار صورة التفاهم، وفي مضمونه جاء بأقل خسارة ممكنة، واتفق فيه المجتمعون على عدم إعلان اسم الرئيس الآن وترك الأمر لصباح يوم الجمعة، وحين ذاك تكون قد تبلورت أسماء القوى الأخرى، وبدأ أن الجميع في انتظار وليد جملات وخطه البياني الذي يتبين أوله غدا الخميس، إذ اكتفى بعد انتهاء لقاء خلدي اليوم بالحديث عن عملية خطف أحد المواطنين، في حين طلب المير طلال بتأجيل الاستشارات لمزيد من المشاورات قائلا إنه جرى الاتفاق على تدوير الزوايا لاختيار اسم رئيس حكومة توافقي بين اللبنانيين، لأن هذا ما تقتضيه المرحلة. إذن الأقطاب الموارنة يجددون رفض قانون 60 ويعلقون طرح اللقاء الأرثوذكسي سعيا للخروج بقانون توافقي. بعد اجتماع حسم الخيار المسيحي بالنسبة لقانون الانتخاب وبعد تلبية دعوة البطريرك الراعي في بكركي، أعلن الأقطاب الموارنة أنهم قرروا عدم الترشح على أساس قانون 60. الاجتماع الذي ضم النواب ميشيل عون، سليمان فرنجي، سامي الجميل، جورج عدوان، ألان عون والوزير السابق يوسف سعادي والمطران سمير مظلوم والمطران بول الصياح صدر عنه بيان طالب وزير الداخلية وقف عملية قبول الترشيحات على أساس هذا القانون. أولاً، قررت الأحزاب المجتمعة عدم الترشح على أساس قانون 60، واعتبار هذا القانون يكرس الإجحاف والغبن اللاحق بالمسيحيين، الأمر الذي سبق ورفضته أغلبية المكونات اللبنانية. كما قررت الطلب من معالي وزير الداخلية وقف عملية قبول الترشيحات على أساس هذا القانون. ثانياً، اتفق المجتمعون على مهلة محددة للعمل على قانون انتخابي توافقي يراعي صحة التمثيل ويؤمن العدالة والإنصاف لجميع المكونات اللبنانية. ثالثاً، تعليق طرح اللقاء الأرثوذكسي حتى انقضاء تلك المهلة. رابعاً، التأكيد على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها أو مع تأجيل تقني بسيط عند الحاجة وفقاً لقانون انتخابي جديد. وبعد صدور البيان وصل وزير الداخلية والبلديات مروان شربل بعدما طلب منه الراعي الحضور للبحث في الأطر القانونية لوقف عملية قبول الترشيحات، علماً أن شربل أعلن أن الموعد مع الراعي كان مقرراً مسبقاً، وفور انتهاء الاجتماع أكد المجتمعون ما جاء في البيان. بزيت القدر يلي اليوم البعض عم بيقول لا يمكن أن تحصل انتخابات وبهدد وبقول أنا هذا القانون غير ميثاقي وممنوع تعملوا انتخابات من دون المكونين السني أو الدرزي أو غيره، لن تكون هناك انتخابات من دون المكون المسيحي. عندما تجتمع كل المكونات المسيحية على رأس الكنيسة وبتقول أنه ليس هناك من انتخابات على قانون 60، بعتقد بحقلنا بهالبلد أدنى قد غيرنا أنه لا يمكن أن تجري انتخابات على أساس أنه قانون 60 غصبا عن كل المسيحية. عم نقوله من الأول أنه لازم نعطي فرصة تنحقق الأمرين يلي نحن بدنا إياهن، يلي هن التمثيل الصحيح
وبنفس الوقت قانون ما يكون ضد حدا ويكون إذا بدك الكل اللبنانيين مرتاحين له، لأنه اليوم من الواضح أنه في فريقين أساسيين منهم مرتاحين لهذا الإنسان. شهر المهلة شهر، ما حبينا نحدد وقت محدد، هلأ بالنتيجة كمان في وقت عم يمرق قدر يعني بهالمهلة يعني بين ثلاث جماعة وشهر لازم نكون اتفقنا. بعتقد هالتوافق يلي تم إجا بشكل جازم وواضح، وبتصور انه نحن كلبنانيين كلنا سوا متفقين باكثريه ساحقه انه قانون الستين ما عاد قادر يكون قائم، وبالتالي لازم قصه الترشيحات، وهذا كان موضوع بحث مع وزير الداخليه انه تعليق الترشيحات، خاصه انه وزير الداخليه عم بيقول انه في عدم امكانيه لاجراء الانتخابات على هالقانون لانه ما في هيئه مشرفه، ما توفر له الامكانات، يعني عده قضايا تجعل الانتخابات غير ممكن اجراءها. وبحسب المعلومات فانه يتم البحث في ايجاد مخرج قانوني يتيح لشرب الوقف قبول الترشيحات على اساس الستين، وقد اتصل الراعي برئيس الجمهوريه لابلاغه بما نتج عن اللقاء. لقاء موسع للأكثرية النيابية في عين التين من دون إعلان مرشح قوى الثامن من أذار لرئاسة الحكومة. على بعد يومين من الاستشارة النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة، توجهت قوى الثامن من أذار إلى عين التين لحسم موقفها والخروج باسم موحد، لكن الاجتماع الموسع لم يفضي إلى إعلان مرشح الأكثرية النيابية، وانحسر النقاش بمجموعة من الأسماء ليست كثيرة بحسب النائب سليمان فرنجي الذي كان على رأس المجتمعين بالرئيس نبيه بري، إلى جانب الأمين العام لحزب التشناق هوفيك مختاريان والنائب أجوب بقردونيان والوزير جبران باسيل، فضلا عن المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل في حضور الوزير علي حسن خليل. فرنجي نفى وجود أي تباين في وجهات النظر بين الحلفاء في إشارة إلى علاقة الرئيس بري بالنائب ميشيل عون، مبقيا على تكتم الثامن من أذار على مرشحها المقبل. اللي صار هو أنه بعدنا لهلأ لهاللحظة نحن وياكم وكل البلد مش عارف مين الأسامي المطروحة عند إخواننا السنة تنختار، بس اللي بأكد لكم إياه واللي بأكده باسم إخواننا أنه رح نروح على المشاورات موحدين، وحيكون فريقنا واحد بالمشاورات، ولكن تتكتمل قدامنا الصورة بالأسامي المطروحة وبالكتل الحليفة والصديقة كيف بدها تصوت، تنروح موحدين على الاستشارات. لأنه نحن اليوم أكدنا شغلة واحدة أنه حنروح موحدين. الأسامي اللي مطروحة بالانقسام اللي صاير بالبلد منا إذا بدنا نعتبر منا كتيرة، لأنه اليوم إذا بدنا نختار اسم توافق وإشي، إذا بدنا نختار اسم صدام إشي تاني، نحن نتجه إلى كل الأسامي التوافقية اليوم المطروحة بالبلد. هذا خيار. بدنا نطلع نحن نتجه إلى اسم أو 8 أدار الأولوية إذا فينا نوصله، أو توافقي أكيد ما حنكون مع اسم 14. هذا بدك تسأل الحلفاء، أنا ما خصني بهذا الموضوع. من جهة أخرى تسلم بري رسالة خاصة من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، نقلها إليه الأباتي أنطوان خليفي. يبدو أن مرشح قوى الثامن من أذار لرئاسة الحكومة لا يزال معلقاً على حبال النائب وليد جملاط السياسية الذي لم يحسم أمره بعد عشية يومين من الاستشارات النيابية الملزمة، هذا إذ لم تصح المعلومات أن جملاط لن يسير بمرشح يعترض عليه سعد الحريري. من عين التيني، رامز القاضي، قناة الجديد. وبعنوان حان وقت الحقيقة، وجه المطارنة الموارنة نداء إلى اللبنانيين عموما والسياسيين خصوصا في موضوع الحكومة وقانون الانتخاب. أكد المطارنة الموارنة أن لبنان وطن للجميع وشؤونه من مسؤولية الجميع متضامنين، والاحتكار فيه لفئة دون أخرى، معتبرين في نداء وجهوه للساسة في لبنان بعد اجتماعهم الشهري أن الميثاق الوطني مهدد بتوجهات أحادية، والتوافق يكون على أساس مسلمات الدستور ومما ترتبه هذه المسلمات على المسؤولين. لقد حان وقت الحقيقة، إننا نناشد ضميركم أيها المسؤولون،
الوطن ليس مجالا لمشاريع خاصة أو حقل تجارب أو ورقة في يد أي كان أو أي دولة أو جهة. إن المسؤولية الخطيرة الملقاة على عاتقكم تحثكم على عدم التهاون مع ما يهدد الدولة ووحدتها وتماسكها. ولا يستطيع لبنان أن يستمر إذا ما حاول أي طرف من الأطراف فرض إرادته على الآخرين، فليس مسموحاً لأحد أن يسلبهم هذه الحدود. من هنا يتوجب على المسؤولين حماية هذه الحقوق بعدم رهن السلطة السياسية لحسابات خاصة، وعدم تحويل الأجهزة الأمنية مجرد قطاعات تفاوض المنتهكين لهذه الحقوق. على المسؤولين السياسيين احترام الدستور في أصوله وفروعه، وفصل القضية الأمنية عن القضية السياسية. وكل حكومة لا تتوافر فيها رؤية جامعة كان مصيرها الفشل. فالتراخي في موضوع قانون الانتخاب الذي يكفل التمثيل الحقيقي للجميع يضرب صلب الميثاق، ولا نخال أن أحدا يتحمل نتائج التلاعب بالميثاق، لأن الميثاق ليس قضية عدد بل هو متصل بطبيعة الكيان اللبناني. وقال المطارن إن الفراغ في السلطة الإجرائية يدخل البلاد في حال الفوضى السياسية ولا يخدم أحد، وتشير تجارب الحكومات إلى أن أي حكومة لا تكون أهدافها لبنانية هي أشبه ببيت بني على الرمل. مشاورات ما قبل الاستشارات حطت رحالها في خلدي، حيث اجتمع النائبان طلال إرسلان ووليد جملاط من دون التوصل إلى توافق حول اسم رئيس الحكومة. محاطا بفريقه النيابي الوزاري، وصل النائب وليد جملاط إلى دارة النائب طلال إرسلان في خلدي. لقاء استمر نصف الساعة لم ينتهي بتوافق على اسم واضح لرئيس الحكومة المقبلة، إلا أنه انتهى إلى تأكيد إرسلاني على تدبير الزوايا مع جملاط والأفرقاء كافة من أجل اختيار اسم رئيس حكومة توافقي. في بعض الفرقاء ما استغاثوا هذا اللقاء واعتبروا أنه هذا اللقاء مع وليد باك وأكن هنالك تغيير في المواقع السياسية أو القناعات السياسية. أنا فقط بدي أقول للجميع، نعم طلال إرسلان سيبقى ينسق مع وليد جملاط بكافة الأمور التي تتعلق في الحفاظ على وحدة البلد وعلى وحدة الجبل بعد ما وصلنا لإسم، بس متوافقين أنه نتعب جهدنا وندور زوايا مع كل القوى المعنية والفعلي لاختيار اسم رئيس حكومة توافقي بين اللبنانيين. بتمنى تتأجل الاستشارات لفتح مجال أكثر للتشاور بين كل القوى. إرسلان تمنى تأجيل الاستشارات، أمر لم يشكل أولوية بالنسبة إلى ضيفه الذي تكتم في السياسة واستفاض في الملفات الجبلية المحلية. ودائما كنا على توافق وعلى نقاش حول بعض المواضيع الإقليمية والمحلية. لن أستفيد في الحديث. أثمن دوره العالي والأساسي في موضوع وحدة الموقف الوطني ووحدة موقف بني معروف الوطني العربي، ودوره الأساسي في حصر كما حصرنا سويا المشكلة التي ذهب على إثرها ضحية شهيد في مزرعة الشوف من قلب عيني. هذا موضوع فردي، ولتأخذ العدالة مجراها ولننتظر نتائج التحقيق، ونركن جميعا المطال وشخصيا الى الدولة اللبنانية. ورفض جملاط الكشف عن اي من الاسماء المتداولة ضمن بورصة رؤساء الحكومة المحتملين. افاد مراسل الجديد في عكار عصام رجب عن سقوط قذائف من الجانب السوري في اخراج بلدة الدبابي في عكار، وكانت مروحية سورية قد اطلقت صاروخين في جرود عرسال.
بعد فترة من الهدوء توترت الحدود العرسلية السورية مجدداً، إذ أطلقت مروحية سورية صاروخين على نقطة سرج أيسر أو ما يعرف بوادي أيسر على الحدود اللبنانية السورية، فوقع الصاروخان على بعد 500 متر من حاجز الجيش الذي يتواجد في جرد عرسال منذ مجزرة عرسال بحق الجيش من دون تسجيل أي إصابة أكان بالبشر أو بالحجر، وهو لم يكن استهدافا لأي شاحنة أيضا، غير أن هذه الطريق غالبا ما يسلكها المهربون من عرسال إلى سوريا، فهي منطقة تربط بين بلدة عرسال وبلدة فليطة اللبنانية الموجودة جغرافيا في سوريا وقرية يبرود السورية. الجيش المتواجد أصلاً في هذه النقطة كثف من وجوده، في حين وضع الأمر في خانة الرسائل السورية إلى عرسال وعمليات التهريب التي تنشط فيها من جهة، وبينما نعتبر أن سقوط هذين الصاروخين كان عن طريق الخطأ لكونهما ارتدما مباشرة بالطريق ولم يصبا أهدافاً معينة. حريق كبير في مبنى سكني في منطقة أدونيس، والدفاع المدني لا يزال يعمل حال إقماده حتى الساعة. شب حريق هائل عند نحو الساعة 5 عصرا في مستودع للبلاستيك والنايلون في الطابق السفلي من مبنى فارس صفير السكني في منطقة أدونيس قرب معمل الزوق للكهرباء، وعلى الفور حضرت عناصر الدفاع المدني فأخلت المبنى من السكان وعملت على إخماد الحريق. وفي حين تمكن الدفاع المدني من السيطرة على ألسنة اللهب، قال مديره العام العميد ريمو خطار أن السيطرة على الحريق صعبة بسبب المواد شديدة الاشتعال، مشيرا إلى أن إخماده قد يستغرق ساعات. الأضرار اقتصرت على الماديات، لكن السكان سألوا عن شروط السلامة العامة التي لا تؤخذ في عين الاعتبار، خصوصا أنهم كانوا قد طلبوا من صاحب المستودع السيد ميشيل عساف إقفاله أكثر من مرة خوفا من حوادث مماثلة. وفيما لا تزال أسباب اندلاع الحريق مجهولة، لن يتمكن سكان المبنى من العودة إليه حتى مسح الأضرار والتأكد من أن المبنى لا يزال صالحاً للسكن. هيئة التنسيق النقابية من رحم أحزان الاتحاد العمالي العام في الجزء الخامس من تحقيق سقوط الحركة العمالية للزميل جاد غصن. عام 2011 وفي خضم النقاش في تصحيح الأجور، حضر إلى طاولة لجنة المؤشر ضيف جديد تحت اسم هيئة التنسيق النقابية. أنا لقيت كثير طبيعي تكون هيئة التنسيق موجودة، لأنه بالفعل هي القوة النقابية على الأرض الفعلية. القاضي منه راضي، مجلس الشورى منه راضي، والمسؤول عن تطبيق القانون هو الدولة. نأسف أنه وصلنا لهون، نأسف. من رحم معركة الأجور عام 2012 التي توقف عندها من توقف، تابعت هيئة التنسيق النقابية مسارها ليسطع نجمها في الأيام والأسابيع التالية. لا وارث عن بي حمار، لا وارث عن بي حمار، منين اشترى طيارة، منين اشترى طيارة، والحاكم عنده ظلام، والحاكم عنده ظلام. تخطت هيئة التنسيق امتحان سلسلة الرتب والرواتب، فكان للرعيل القديم رأي في حركتها. هيئة التنسيق النقابية أنا برأيي عم تلعب دور الاتحاد العمال العام كضمير بالنسبة للمواطنين. حنا غريب كان معنا، كنا نمشي نحن وياه، أنا بفتخر فيها الشاب. هيئة التنسيق النقابية اليوم الناس مشيت ورا منا على عمالة النقابة، ما مشت عمالة ورا منا لأنه فلان من السياسيين بقول له روح اعمل اضراب. سبب تعزيز وجود مكتب التنسيق للنقابات والروابط اللي هو عم يتحرك بالاف من الناس، لانه هذا اقرب للناس من الاتحاد، الاتحاد غايب عن الوعي. هل كان لازم الاتحاد العمالي العام يكون بهالمظاهره؟ لو معلوم 200%، وين هو؟ مش عيب؟ والله ما حرش بيمشي معه من العمال، بيقعد معهم ليل مع نهار هو وحده. الاهالي والتلاميذ زاحفين زحفين أبو عبدة، سيكون يوما نقابيا وربيعا نقابيا بامتياز. دعوات للزحف ما تعود الاتحاد العمال العام ولا مرة، ولا أسلوب. نعرفت كيف منين مين بيحب يزحف هو حر. باستثناء نقابة معلمي المدارس الخاصة، تخالف الروابط المنضوية تحت لواء هيئة التنسيق كافة المادة 15 من قانون الموظفين التي تحظر عليهم الإضراب والتجمع وتأسيس النقابات، غير أن غريب ينعي المادة من أساسها. فينا نمارس العمل النقابي بدون رخصة. بعلن عن حالي أنا
ومجموعة من الزملاء بمكان ما أنه نحن نائبة، وافقوا ولا ما وافقوا، ولا كيف نشأت هالحركة النائبية؟ غريب يضع الإصبع على سبب فشل الاتحاد العمالي العام ونجاح هيئة التنسيق النقابية، والأساس هنا التمثيل. عندي 6000 أستاذ تعليم ثانوي بالملاك، يعني 6000 بالرابطة، مش هذا بفوته وهذا ما بفوته، مش فاتح رابطتين أنا، وكل سنتين بعمل انتخابات، كل سنتين إجباري. بعد تحقيق ما تحقق يبدو أن عين هيئة التنسيق على عمال القطاع الخاص. وجعهم أدنى على 20 مرة، أنا في عندي ديمومة عمل بالدولة، بس بالقطاع الخاص ما عندهم حتى، في مهددين ما تعيشهم. غدا الوصفة لإعادة الروح إلى الاتحاد العمالي العام. عطفا على ما ورد في مقدمة النشرة، نفى وزير الداخلية مروان شربل في اتصال مع الجديد أن يكون قد طلب من الأقطاب المسيحيين المجتمعين في بكركي مهلة 24 ساعة للبحث في المخارج القانونية لتعليق الترشيحات على أساس قانون 60. أهلا بكم من جديد. أعلن جيش كوريا الشمالية أنه قد حصل على موافقة نهائية لشن ضربات لا هوادة فيها على الولايات المتحدة تشمل إمكان استخدام الأسلحة النووية المتطورة. وقال رئيس أركان الجيش في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية إنه يبلغ واشنطن رسميا أن التهديدات الأمريكية يمكن أن تسحق بوسائل ضاربة نووية متطورة أصغر وأخف ومتنوعة، وأن العملية التي لا رحمة فيها لقواتنا المسلحة الثورية جرت دراستها بصورة نهائية والمصادقة عليها. قضت محكمة مصرية بإبطال إجراءات تتخذها السلطات المصرية لتسليم أحمد قذافي الدم ابن عم العقيد الراحل معمر القذافي لليبيا لمحاكمته هناك بتهم فساد مالي. وقال المستشار عبد المجيد المقنن رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري إن محكمة القضاء الإداري في القاهرة قالت في أسباب الحكم إن الدستور الجديد لمصر يوفر الحماية لمن يعيش على أرض البلاد ما لم يرتكب ما يعكر صفو السلم والأمن. وأضاف أن المحكمة استندت أيضا إلى الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر والتي تحمي الأجانب، وأنها استندت لآية في القرآن الكريم تجير المستجير حتى وإن لم يكن مسلما، فما الحال والمدعي من المسلمين؟ الرئيس السوري بشار الأسد يتهم الحكومة التركية بالتورط في الدماء السورية، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يرد على نيران من الجانب السوري في الجولان المحتل. في ظهور هو الأول بعد الإشاعات التي تحدثت عن اغتياله، خرج الرئيس السوري بشار الأسد إلى العلن في لقاء مع قناة أولوسال وصحيفة أيدن ليك التركيتين، سجل الثلاثاء وينشر الجمعة. الأسد وخلال اللقاء رأى أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لم يقل كلمة صدق واحدة مذ بدأت الأزمة في سوريا، مشيرا إلى أن حكومته متورطة في الدماء السورية. أردوغان لم يقل كلمة صدق واحدة منذ بدأت الأزمة في سوريا. لا شك بأن موقف رجال الدين ومنهم الدكتور البوطي كان أساسيا في إفشال هذا المخطط الذي يهدف لخلق فتنة طائفية. لذلك اغتال الدكتور البوطي، ومنذ يومين اغتالوا رجال الدين آخر في حلب، واغتالوا عدد من رجال الدين سابقا. على صعيد آخر، أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابوس أن فرنسا لم تحسم موقفها في شأن رفع الحظر عن إرسال أسلحة إلى سوريا، مؤكدا أنه يجب تحديد ما إذا كان من الممكن أن نثق بالمعارضة السورية. وخلال حديث متلفز شدد فابوس على أن فرنسا لن تسلم أسلحة إذا كانت هذه الأسلحة ستذهب إلى متطرفي المعارضة السورية. ميدانيا، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن دبابة إسرائيلية أطلقت نيرانها مساء الثلاثاء في اتجاه الأراضي السورية بعد سقوط قذيفة هاون أطلقت من الأراضي السورية داخل المنطقة التي تحتلها إسرائيل في مرتفعات الجولان، مصحوبة بعيارات نارية من أسلحة خفيفة ولم تسجل إصابات ولا أضرار. ورأى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هذه الحوادث خطرة. من جهتها
أكدت وكالة سانا أن الجيش السوري سيطر سيطرة كاملة على مقام السيدة سكينة ومحيطه في مدينة داريا بريف دمشق بعد اشتباكات عنيفة مع مجموعات مسلحة كانت قد سيطرت عليه سابقا. وفي تطور لافت، أصدرت محكمة تونسية بطاقة إيداع بالسجن ضد المدعو أبو زيد التونسي في إجراء هو الأول من نوعه ضد تونسي شارك في قتال الجيش النظامي في سوريا. وفي 21 من آذار الماضي، أعلن أبو زيد في مقابلة تلفزيونية أنه شارك فيما سماه الجهاد في سوريا مع الجيش الحر، وأنه على استعداد للجهاد في تونس إن صدرت فتوى دينية تبيح ذلك، مضيفا أن نحو 3500 تونسي يقاتلون النظام في سوريا، وأن 13 امرأة تونسية تحولن إلى هذا البلد بهدف جهاد المناكحة. إسرائيل تقصف قطاع غزة في أول هجوم منذ اتفاق التهدئة، وإضراب حدادا على وفاة الأسير ميسر أبو حمدي. حدادا على وفاة الأسير الفلسطيني ميسر أبو حمدية، استمر الإضراب العام في فلسطين المحتلة، حيث أغلقت المدارس والمؤسسات الحكومية في الضفة الغربية. وفي الخليل وقعت اشتباكات بين شبان فلسطيني والجيش الإسرائيلي في وسط المدينة، وأغلقت المحال التجارية أبوابها في مدينة نابلس. في سياق آخر، شن طيران الإسرائيلي غارات جوية على قطاع غزة بعد إطلاق صواريخ على جنوبي فلسطين المحتلة كانت قد تبنتها جماعة مجلس شورى المجاهدين المرتبطة بتنظيم القاعدة، قائلة أنها رد على وفاة الأسير الفلسطيني. حركة حماس تتهم الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب عمليات تصعيد واسعة بحق الشعب الفلسطيني، كان أبرز أمثلتها قتل الشهيد ميسر أبو حمدية في أحد سجون الاحتلال، ثم ارتكاب عمليات تصعيد واسعة بالطيران الإسرائيلي. نحن نتهم الاحتلال بقتل الشهيد ميسر أبو حمدية، وقد أكد ذلك نتنياهو حينما وصف أبو حمدية بأنه قاتل من حركة حماس، وهذا يؤكد أن عملية القتل كانت مقصودة. في الوقت الذي حذر فيه وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون من أن إسرائيل سترد على أي هجوم على أراضيها. الآن طبعا ننتقل إلى النشرة الفنية وزميلتنا دارين. مساء الخير. مساء النور. كيفنا اليوم؟ منيح تمام. شو عندنا؟ كيفك أنت؟ لليلة في عنا أول شيء بالتحقيق رح نعرض موهبة تم اكتشافها على تلفزيون جديد، وتحديدا ببرنامج غني مع غسان، ونالت الميدالية الذهبية. عم نحكي عن دوري كساب، رح نتابع سوا هالتحقيق ونشوف أيضا المخرج داني صليبي اللي اشتغل معه لأول مرة داني، ونحن كمان اكتشفناه بالنشرة الفنية لما عرضنا فيلم الوثائقي خلال هالنشرة، وفي البانوراما الجولة. جولة. أوكي. يلا نشوفها مع بعض. إذن موهبتان أطلتا على الجديد لأول مرة، يبدأان اليوم شق طريقهما نحو الشهرة. نتابع سويا. نجم غني مع غسان للموسم الثالث على الجديد هو دوري كساب. ألف مبروك دوري ومبروك. هو ابن تلفزيون جديد الذي كشف عن صوته في برنامج غني مع غسان فنال الميدالية الذهبية. الفنان دوري كساب يصور كليبه الأول مع المخرج الشاب داني صليبة، موهبة إخراجية كانت النشرة الفنية أول من كشف عنها في تقرير سابق بعد أن تم اختيار فيلمه الوثائقي من بين مئات الطلاب ليمثل جامعته. اليوم كاميرا الجديد تواكب هاتين الموهبتين في بداية طريقهما نحو الشهرة. بذكر مرة زعلتيني، ما نمت حتى تراضيني، بكيتي وقتها وبكيتيني، وغمرنا بعض، وين راح الحب وين راحت دقات القلب المرتاحت، آخر دمع بعيني صاحت، عم نخسر بعض وعم نخسر بعض عم نخسر بعض. هي الغنية اسمها عم نخسر بعض، وبتصور من عنوان مبين الأغنية عن شو بتحكي، موضوع علاقة عم تنتهي، عم تشارف على الانتهاء، يمكن تكفي يمكن ما تكفي، هذا راح يبين بالكليب. اليوم
داني صليبة صار مخرج وعم بيكون عنده أول كليب مع الفنان دوري كساب. قد ايه اليوم أنت بتشعر داني بمسؤولية كبيرة تجاهه لدوري؟ مانا هينة، لأنه دوري هيدا أول إيماج لإله عم بيطلع فيها على الجمهور، وخصوصا إنه كتير مهم الفنان يكون عنده إيماج لإله، يعني هيدا اللي بتنطبع براس المشاهد، وهيدا اللي إذا بدك رح تكمل بخلال كل مسيرته الفنية. صح. دوري اللي بحبه فيه إنه إنسان جريء، يعني ونحن اللي عم نصوره معه فيه بده كتير جرأة، وهو مستعد يفوت بهيدا الشيء يمكن غير عن باقي الفنانين. يمكن هذا اللي راح يميزه، ما بعرف يعني، بعد هيدا اول تجربه لالي ولاله لدوري، ومعقول هذا الشيء يكون كثير لصالحه. يعني عادي يا دنيا يا دنيا عذابي، انا لا شايفك ايه ولا عامل حسابي. ماذا عن اغنيه عادي يا دنيا التي سربت على الانترنت بصوت سلطان الطرب جورج وسوف، وعدنا سمعناها بصوت دوري؟ جرح وما بيلحقش يطيب، زمن الحب يا ناس بيشيب، لا عدل صاح ولا حبيب ولا حبيب. جرح وما بيلحقش، متفق انه تكون لسلطان طرب. بتنعمل جايد مثل ما بتنعمل كل اغنية، وبصير تسريب للاغنية من خلال يوتيوب. ايه طبعا بصوت ابو وديع. بصير تسريب لها، وبطبيعة الحال بعد ما كان سلطان طرب يعني أخذ حقوق على الأغنية، من هونيك ورايح مشاكل يلي صارت أنا ما بعرفها. بعرف إنه الأغنية انعرضت علي وحبيتها كتير. الممثلة هالي باري تنفجر غضباً في وجه الباباراتزي. سكورسيزي يدعو إلى حفظ الثقافة البصرية ومحاكمة مجموعة EAJ في قضية وفاة مايكل جاكسون. نتابع في البانوراما. انفجرت النجمة الأمريكية هالي باري في مواجهة مصوري الباباراتزي الذين طوقوها فيما كانت تحمل ابنتها في لوس أنجلوس، واحتدمت الأمور لدرجة أن خطيبها أوليفييه مارتينيز فقد صوابه وكاد يضرب المصورين لو لم تبعده هالي. حث المخرج الأمريكي مارتن سكورسيزي مواطنيه على منح اهتمام أكبر للثقافة البصرية واحتضان إرثهم الثقافي الغني قبل أن يضمحل. ودعا سكورسيزي خلال محاضرة في إطار مؤتمر جيفرسون، وهو حدث مكرس للعلوم الإنسانية في مركز جون كينيدي في واشنطن، إلى تعزيز الالتزام الوطني تجاه ترميم الأفلام وحفظها، معتبرا أن اليوم أكثر من أي وقت مضى تهز الصور والمشاهد الناس، لذا علينا أن نركز على الثقافة البصرية في المدارس. بدأت اليوم محاكمة شركة EAJ التي كانت تتولى إنتاج سلسلة من 50 حفل كان من المزمع أن يحييها ملك البوب مايكل جاكسون في لندن، والتي يطالبها ولداه برينس وباريس ووالدته كاثرين بملايين الدولارات تعويضا عن إهمالها. ويعتبر هؤلاء أن مجموعة EAJ ارتكبت إهمالاً مع تعيين الطبيب كونراد موراي ليشرف على الوضع الصحي لجاكسون، وهي بالتالي مسؤولة جزئياً عن وفاة المغني الفجائية، في حين تعتبر EAJ هذه المطالبات هراء. غير أن والدة مايكل جاكسون بقيت متمسكة برأيها، وهي على قناعة بأن تعيين الطبيب كونراد موراي ينم عن إهمال الشركة التي مارست ضغوطاً كثيرة على ابنها أدت إلى تدهور حالته الصحية والنفسية. ترين انتهت النشرة. حلو الأفلة. لا حبيت في مواضيع كتير، ولفتني كتير صوته، شو اسمه الشاب اللي كان في أغنية لجورج وسوف، ودوري كساب. دوري اللي نال الميدالية الذهبية. نرجع منذكر ببرنامج غني مع غسان على الجديد. دارين ثانك يو. إمتى بنشوفك؟ بترجعوا بتلتقوا في بتشوفوني بتلتقوا في بتشوفونا الأحد. الأحد. طيب شكرا لك. Thank you لألك وللمشاهدين. والآن تذكير بأهم ما جاء في نشرتنا. لقاء بكركي. قررت الأحزاب المجتمعة
عدم الترشح على أساس قانون الستين. تعليق طرح اللقاء الأرثوذكسي. رباعي عين التيني. نحن نتجه إلى اسم أو 8 أدار الأولوية إذا فينا نوصله أو توافقي، أكيد ما حنكون مع اسم 14. وثنائي خلدي. بتمنى تتأجل الاستشارات لفتح مجال أكثر للتشاور. حريق في مستودع للبلاستيك في أدونيس. نيران سورية على جرود عرسال. والأسد لأردوغان. أردوغان لم يقل كلمة صدق واحدة منذ بدأت الأزمة في سوريا. وبيونغ يانغ تعلن الحرب النووية على واشنطن. شكراً للمتابعة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء. We'll be right back.